موضوع تاني حضراتكم، وهو يعني استقبال شديد الترحاب من كل القوى السياسية في جمهورية مصر العربية بقرار فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو حضرتك عن زياد العليمي. وكثير من القوى السياسية، هقرأ لكم حضراتكم بعض التصريحات من الجهات المختلفة عن الإفراج عن زياد العليمي، أنا آسف. في ظل الجمهورية الجديدة في كل حاجة، في كل حاجة، وفي ظل الحوار الوطني اللي بيدور بقاله عدة جلسات دلوقتي، وهنخش بشكل قوي جدا الفترة اللي جاية في مناقشات سياسية اقتصادية اجتماعية، في ظل ان الدولة المصرية بتحاول تحتضن كل ابنائها طالما هم مش ارهابيين ومن لا يدعو الى الارهاب، في ظل ان الدولة المصرية زي ما انا بقول داخلة زي ما فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي هنعلن الجمهورية الجديدة قريبا باذن الله تعالى، فهذه القرارات العفو الرئاسي عن زياد العليمي وفي شخصين معاه تانيين، انا شايف انه طول السنه تقريبا في عفو رئاسي عن كثير من السجناء. يعني ده مش يعني ده مش مثلا خطوه اولى او اول مره، لا ده هو طول السنه على فكره في عفو رئاسي عن بعض السجناء، يعني اللي ادوا يعني خدمتهم او ادوا يعني السجن بتاعهم بصوره مشرفه ففي يبقى في عفو رئاسي، ربنا سبحانه وتعالى عفو غفور رحيم، فيعني بيبقى في هذا العفو الرئاسي لعدد من المسجونين طول السنة مش بس دلوقتي. يعني فبعد حضراتكم التصريحات اللي أنا أحب أشاركها مع حضراتكم مهمة جدا، حوار جاد ووطن للجميع، رسالة شكر الرئيس السيسي بعد العفو عن زياد العليمي. حمدين صباح، الحمد لله، شكرا للرئيس الجمهورية. الحزب المصري الديمقراطي، الشكر للرئيس، خطوة تمهد لنجاح الحوار الوطني. تنسيقية شباب الأحزاب، رسالة من القيادة بدعمها الكامل للحوار. حسام مؤنس، الشكر لكل من بذل جهدا لصدور القرار. حزب حركة الحركة الوطنية، رسالة بأننا نبني دولة تسع الجميع بلا إقصاء. أحمد ماهر، بادرة عظيمة، وشكر لتنسيقية الأحزاب وكل من سعى للقرار. خالد داود، الاستكمال لدعوة الرئيس السيسي بتفعيل لجنة العفو. نحن على مشارف وطن بلا سجناء رأي، ده حزب الجيل. حزب التحالف الشعبي، ألف مليون مبروك ويا رب تكمل الفرحة. حزب الكرامة، خطوة مهمة على طريق الإصلاح وشكرا للرئيس. بداية الانطلاق الحوار الوطني بشكل جاد وسريع، حزب العدل. فهناك العديد والعديد من التصريحات، و طبعا حمد لله على سلامته ووالدته، طبعا كان في تصريحات النهارده باستقباله. فمصر، ارجع تاني، مصر في الجمهوريه الجديده بتعمل كل حاجه جديده، كل حاجه، صحه، تعليم، طرق، مشاريع، صناعه، اقتصاد، تصدير، ونقلل الاستيراد، كل حاجه، زراعة فدادين، آلاف الفدادين، بنقلل من استيراد القمح، كل حاجة، جمهورية جديدة. فده خبر مهم أيضا لسيادتكم أو للحوار الوطني اللي بيشارك فيه كل الناس، السياسيين باتجاهاتهم المختلفة، الأحزاب المختلفة، أي مواطن مصري عايز يتدخل ويتكلم ويري رأي في فكرة عنده يا شباب في هذا الحوار خاص بالاقتصاد، سياسة، اجتماعي، مجال اجتماعي، أهلا وسهلا بما عدا طبعا الجماعة الإرهابية. فجمهورية جديدة بإذن الله تعالى، ده موضوع تاني.